التقاعد المبكر حلم لأجيال الألفية الجديدة، مع اعتقادهم بأن ساعات العمل أصبحت أطول من قبل. أن تتقاعد في سن 30 أمر ممكن، لكن الأمر يحتاج لتضحية وضريبة مبكرة. فكرة عالمية ليست جديدة، لكن توسعت مع انتشار الإنترنت، مدعومة من حركة تسمى فاير، تشير اختصاراً إلى الاستقلال المالي والتقاعد المبكر. هذا القرار يحتاج لخطة. طبعاً زميلة الريان اطلعت على هذه الخطة وستخبرنا بتفاصيلها. يسعد صباحك الريان. يسعد صباحك يا ريم. هل تفكري بالتقاعد المبكر؟ يعني لا، هو المفترض نتقاعد. لا ليش؟ طيب تفضلي. يلا. يمكنك التقاعد عن العمل وأنت في الثلاثينيات من عمرك، لكن كيف؟ إليك الخطة بحسب حركة فاير التي تشير إلى الاستقلال المالي والتقاعد المبكر. الأهم هو توفير المال طبعاً. انفق قدر استطاعتك فقط، وحاول أن توفر نصف راتبك الشهري، وأضف أي علاوات تحصل عليها إلى حساب الادخار طبعا. يبدو الأمر صعبا، كيف يمكن الادخار أو كيف يمكن ادخار كل هذا؟ حسنا، إن كنت تذهب إلى العمل مثلا بالمواصلات، يمكنك الذهاب بالدراجة مثلا. إن كنت تمتلك سيارة، قم بتأجيرها، فبعضهم يستأجر حتى غرفة نومه ليوفر المال. أما إن كنت من عشاق السفر في الإجازات، فعليك إلغاء الرحلات السنوية وتوفير تكاليف السفر. مثال آخر، التقليل أو الاستغناء من اشتراكات الصحف اليومية والخدمات اليومية، هذا يوفر مبالغ كافية للتقاعد. أخيراً، أنت صاحب القرار. بعد أن توفر ما يكفيك للتقاعد، يمكنك ممارسة عملك بحرية أو تقديم استقالتك والتقاعد عن العمل تماماً. الآن عودة إلى ريم. يعني شفتي أول الشرط يا ريم، لأنك تتقاعد لازم توفر كمية كبيرة من المال. أدخر طول حياتي وأعيش مقصر على نفسي عشان أتقاعد في 30؟ لا، ما أنا أشتغل وأستمتع في الحياة وأدخر شوية إلى ما بعد ذلك. عموماً حنتكلم في هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. نرحب بالدكتور محمد عبيدات، أستاذ التسويق وإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بدبي. يسعد صباحك دكتور. يا هذا ريم، يسعد صباحك. يعني أنا بالنسبة لي متعة الحياة وكيان الإنسان إنه يكون موجود حاضر في العمل، ولكن يبدو إنه الأجيال الجديدة عندها مشاكل، وعندها ليس فقط موضوع المال، يعني عندها تقول إنه هناك ضغوطات العمل والخوف من المستقبل هم تدفع الكثيرين للتقاعد المبكر. هل هذه هي الأسباب؟ وهذا أكثر الأسباب اللي بتأدي للتفكير بالتقاعد المبكر هو ضغوطات العمل. عند الأجيال الجديدة. طب ما الذي يختلف بين الجيل الجديد اليوم وجيلنا؟ يمكن جيلنا كان أول يعني عنده متعودين على مسألة إنه العمل والجهد ولازم تبني مستقبل، في خطة مستقبلية. نعم. اليوم الثراء السريع غير هاي الفكرة للأجيال الجديدة. إنه الشخص عندك أشخاص بالثلاثينات بالعشرينات بنشوف، يعني صار إشي عادي تشوف شخص بالعشرين بالثلاثين مليونير. فصارت هاي الفكرة الثراء السريع تعطي فكرة للأشخاص الأجيال الجديدة إنه ليش أنا بدي أتعب وأشتغل طول العمر هذا؟ يعني بإمكاني إنه أتقاعد بشكل مبكر بس، وأعمل وأقضي وقتي بالأشياء اللي أنا بحبها بستمتع فيها بالحياة. طيب، يعني هذه في حال الثراء وتوفر المال، ولكن موضوع إني أنا أقصر على نفسي وحياتي وأقعد أوفر وأدخر بطريقة كبيرة جدا، يعني زي ما قالت زميلتنا الريان، إني أبتعد عن السفر وإني أستخدم المواصلات العامة وأدخر حتى أتقاعد في سن مبكر قد تكون في الثلاثينات أو العشرينات. طيب هل هذا يعني الموضوع يسوى إني أعمل كذا؟ يعني هل مهم جدا عند الشخص إنه أنا أتقاعد وأستمتع بعد ذلك في الحياة وأضغط نفسي اليوم لأستمتع لاحقاً؟ هذا بعتمد على كل شخص شخصه. يعني مثلاً على سبيل المثال، أنا بشوف أنه أغلب الأشخاص بيفكروا بموضوع التقاعد المبكر بسبب ضغوطات العمل، إنهم بيكونوا مضغوطين في مسألة العمل، إنه مش مسألة إنه والله بدي أروح أنا بس أجلس بالبيت أو إنه أسافر، لا، بيكونوا بيتخلص من الوظيفة اللي هو فيها في ضغوطات عمل بتأدي، أو إنه الاستقلالية المالية، إنه بده يكون هو متحكم بالدخل تاعه بشكل كامل. فلذلك لما يصير عندنا هذا التفكير إنه أنت بدك دخل مستقل وتتخلص من ضغوطات العمل، راح تفكري بهذا الشيء، ولكن على أغلب الأحيان هذه الخطة بتكون يمكن أنت بحاجة لإجازة مش بحاجة لتقاعد مبكر في أغلب الأحيان، ولكن أنا اليوم إذا بستمتع بعملي
ما بفكر بيوم الايام انه اروح انا اتقاعد باي سن مبكر. يعني انا بالنسبه لي هلا بحكي اذا ان شاء الله عشت المية بدي اضلني اشغل لحد ما يكون عمري 100 سنه. يعني ما بفكر بالتقاعد. ليش؟ انه بستمتع بالعمل. بالضبط. فالفكره الماليه غير وارده بمساله التقاعد، لانه احنا كاشخاص كبشر يعني حتى لو تقاعدت اليوم جلست بالبيت، يعني هذا اللي مسميه الهانيمون فيز او اللي هو شهر العسل. بالضبط. تقضي 6 اشهر بتصحي الوقت اللي بدك اياه، بتسافر الاماكن اللي بدك اياها، بعد 6 اشهر انت جالسه بالبيت بتصير عندك ضغوطات نفسيه، ما في شيء تعملي، وين بدك تروحي، شو بدك تعملي، ما في اشخاص تتكلمي معهم، ما في الانرجي هاي اللي بتشوفيها هون في العمل، فبصيري تفكري انه طيب هلا شو بدي ارجع، بترجعي على العمل من اول وجديد. فهون لازم احنا قبل ما نفكر بموضوع التقاعد المبكر، اول شيء يكون عندنا اهداف واضحه. انا اليوم يمكن يكون عندي مثلا اكتفاء مالي. نعم. يكون عندي مثلا تقاعد مبكر، ولكن هدفي في التقاعد المبكر يمكن انه مثلا اسافر العالم، اتطوع في عمل تطوعي، اذا تتفرغ لحاجه ثانيه. انت بالضبط. اما مساله انه تفكري بمساله التقاعد المبكر انه انا بدي اتقاعد مبكر بس مشان انام واصحى متاخر وانه اسافر، وهاي انت بحاجه لاجازه مش مثل التقاعد المبكر. واساسا الغرض الاساسي لو قلنا انه في يعني التقاعد المبكر بيعتمد على الادخار، لكن الاحصائيات بتقول انه خصوصا في المعهد القومي لتامين التقاعد في الولايات المتحده يؤكد انه جيل الالفيه لا يستطيع أن يدخر، يعني ما هم مدخرين أو ثقافة الادخار ليست واردة عندهم، وكثير منهم لا يدخر. إذن كيف هو يفكر في التقاعد المبكر؟ بالضبط. هلأ شو اللي بصير عندك؟ إنه المفكر بالجيل الجديد هذول في عندك هلأ استثمارات، أغلبية الجيل اللي يمكن صار عندهم الهاي بتاعت الستوك ماركت والبيتكوين والشغلات هذه، فصار استثمارات عندهم. برأيهم هلأ هاي الاستثمارات ممكن تخليهم يعيشوا لفترة طويلة، ولكن ما يعني هم ما شافوا الصورة المستقبلية. أنت يعني أنا بإمكاني اليوم مثلا أوفر فلوس، أوكي، ولكن هذا التوفير بحد ذاته ما راح يعيش إلى نهاية التقاعد. يعني اليوم بتقاعد على 30، أنا بدي أفكر إنه بخمسة وعشرين سنة قادمة يكون عندي دخل لخمسة وعشرين سنة قادمة. يعني اليوم إذا أنا بأخذ مثلاً راتب بكفيني شهر مثلاً $1000 بصرف بالشهر، عندك 12 شهر 12,000 بالسنة، بدي أفكر إنه لخمسة وعشرين سنة لازم يكون عندي أقل شيء $300,000. هذولا مش سيفينج، هذولا كله استثمارات في أصول، حتى إنه إيش الفلوس حتى إنها تزيد وتجيب لي دخل مستمر بأقل شيء ب7-10%، حتى إنه أستمر وأعيش نفس نظام الحياة. لأنه أنا ما بدي اليوم مثلاً أتقاعد وبكره يصير عندي مثلا ضائقه ماليه. بالضبط. وارجع على العمل بعمر 50 أو 60. هذا هو المطلب في هذا الموضوع، عشان كذا الخطه المحكمه ضروريه جدا في هذا الموضوع. عموما خلينا نتابع كمان من السوشيال كيف يتفاعل الناس مع موضوع التقاعد المبكر. نصيحتي انا لكل من يفكر في التقاعد المبكر، لازم يعني يكون ما عليه قروض، يمتلك بيت، عنده مصدر دخل ثاني، أو يكون راتبه التقاعدي يكفيه. إذا كانت الشركة أو المؤسسة اللي هو بيتقاعد منها مقدمت له عرض مثل الشيك الذهبي أو ما شابه، ففي هذه الفترة يعني أو مع هذه الظروف والمعطيات أعتقد يمدي يعني يتقاعد. والحياة مليانة فرص، يعني جربنا حياتنا كموظفين، نقدر نجرب يعني في التجارة في الأعمال الحرة. طيب كمان نروح للسوشيال وسألنا الناس لو كان الخيار بيدك في أي سن تتقاعد ولماذا. ناهد يقول 25 سنة معها راتب تقاعدي محترم، يعني في سن 19 يتم توظيفك وتضاف 25 سنة خدمة، يصبح عمرك 44 سنة والباقي تعيش في سفرات وحياة عائلية بعيدا عن الوظيفة. مصطفى يقول التقاعد لا يكون إلا لوضع صحي، التقاعد يأس والحياة مليئة بالأهداف. محمد يقول سن 60 أظن حيكون مناسب حتى أحافظ على صحتي وأقضي الكثير من الوقت مع أهلي وأصدقائي. طيب إذن اختلفت الآراء في هذا الموضوع. يعني البعض يقول وبعض الخبراء يقولوا أنه أساساً فكرة التقاعد المبكر لها سلبيات كثير، مش الكل بينصح فيها. يمكن ذكرت أنت بعض الأسباب أنه الواحد ما يكون حاسب حساب اليوم الأسود بعدين لما يكون في 50 وغيره بسبب أنه تقاعد مبكر. هلا اكثر السلبيات الاكبرها بتكون انه في حاله تقاعد بسن مبكر ممكن انك تفقدي الهويه المهنيه تاعتك. هذا اكبر يعني خوف بيكون عند الاشخاص. ليش؟ لانه مثلا اليوم انا بتقاعد مثلا على 35، ال 35 والأربعينات هم هذول زهره العمر. بالضبط. العطاء طبعا، فتره العطاء هي اللي تبني فيها كارير اسم في السوق. فان لم تقاعدي بهذا السن المبكر انت بتنقطعي عن المجال اللي انت فيه.
تنقطع عن العمل، تنقطع عن الخبرات، عن اكتساب مهارات جديده. فهذا انا بشوفه من اكبر الاخطاء اللي بتصير. الشغله الثانيه ضغوطات نفسيه، انت بتنقطع اجتماعيا عن الناس، جالس بالبيت مثلا ما بصير عندك السوشيال لايف اللي موجوده عندك اليوم، الحاله الاجتماعيه اللي تطلعي مع الاشخاص تشوفيهم. برضو كمان مثل ما حكينا المساله الماديه كمان مهمه جدا. مزبوط. في ايجابيات موجوده هون، بس برضو كمان مثل ما حكينا التخطيط المسبق بالبدايه، تكون الاهداف واضحه اول شيء عندك قبل ما تفكري بالتقاعد. انا بحكي دائما لطلابي حتى اول يوم بداهم فيه بالعمل فكر في التقاعد، ولكن التقاعد فكر فيه انه هل انا بدي اتقاعد حتى انجز مشروع او اعمل احقق حلم لي. انا دائما بحكي التقاعد مبكر، بس بنعمله لما يكون عندي انا مثلا انا حلم، عندي شيء بدي انجزه. مزبوط. فكره، ما اقضي وقتي بس انه بالعمل انه حتى حقق أحلام الآخرين، لا، أنا بتقاعد وبعمل الحلم تاعي اليوم ببنيه. ففي هذه الحالة ممتاز، بس إنه فكرة إنه مثل ما حكينا نتقاعد بس عشان نجلس ونسافر بالزبط. فهذه فكرة عقيمة. صحيح. يعني أنا أشوف الإنسان إذا كان عنده عطاء المفروض لا يتقيد بعمر معين للتقاعد، حتى لو كان في 60 في 70 في 80، بالعكس يعتبر سينيور ونستفيد من خبرته أكثر. دكتور محمد عبيدات، أستاذ التسويق وإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بدبي، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.